بعد حسن جديد تاع دريك نشكروا السي جمال بربيعه على الحضور ديالو، وهذا ماشي غريب لان السي جمال بربيعه دائما هو يلامس مشاكل المواطنين ويلامس مشاكل الرياضيين. كل الاخوان كما قلت هو انه جميع الفرق والجمعيات المنضويه تحت نادي الدفاع حسن سعد الرياضات، اذا التصويت كيتم برفع الايادي. الاخوان رؤساء الجمعيات اذا لما كان تم مشكل هو انه يعني انا كيبان لي بانه كل شيء متفق على هذا التقرير الادبي. تصويت الاخوان اذا التصويت تم بالاجماع، التصويت تم بالاجماع الاخوان. ندوزو للتقرير النهائي وكنعطي الكلمه للسي الحاج. السي الحاج بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنشكر الاخوان يعني الحمد لله ولله استمرار بزاف، كنشكركم جزيل الشكر، كنشكر المكتب المسير. انا يعني كنقوم بواحد الواجب اللي هو واجب وطني، شرف ليا باش نشرف على الانديه وانا بصفتي عضو من الجمعيه للتاريخ ديال الرياضه الجديده. يعني بالنسبة لي كانوا مع الإخوان لأن واحد الشكل اللي هو جديد وهو ما عندناش شفافية. أول خطرة في التاريخ باش كنشوفوا مع الإخوان ما عندناش كارنيشي، الفلوس اللي كتدخل كتخرج بدور فيرمو هذه من الأولى. ثانيا الناس كلشي اللي كياخذ شي حاجة وهو كيسني واحد الطوسي، وكنطلب الإخوان اللي بغا يشوف كشف أنه حساب ما عندنا في السجلات شهر محمد الخميس رقم 01/01/16/1356. نهار خدينا الحسابات الله يرحم السي شاكيري خليت واحد الرصيد اللي كان فيه في 1/1/2014 في 10,337.75. اليوم الان يعني على حسب التقرير المالي بدا شكل السينور ديال عطاك واحد التقرير الادبي عطا واحد الفرصات لان لي ستاتيستيك ديال كل السيكسيون شحال عاد الان يعني كاينه 37,000 بطبيعه الحال ما دخل شيء. وبالمناسبه كنشكر الاخوان، انا ما عمري ما مشيت للاسفل، مشيت حتى شي حاجه مش عليكم، انا ما كنجيب حتى شي حاجه. كاين الناس اللي كيخدموا انايا كنشكرهم جزيل الشكر، يعني ما كنسمحش ليا الوقت ديالي الصحه ديالي باش نمشي كنشكر السي بالمناسبه السي نوردين والسي سعاده الرئيس، لان هما اللي كيمشيو كيوقفوا على الملفات. يعني فاش تقول لك راني انا ما عمرني باش نمشي حاجه ما مشيت حتى شي حاجه، هاد الناس هما اللي كيمشيو كيتسوقوا تسير داكشي اللي جابو كتسيروا. اه كاين واحد يعني كنطلب سمحوا لي سمحوا لي انا شي خطا كيعيطوا في التليفون اجي يعطينا، انا ما كنعرفش. انا كنقول لكم لان حنا مسير هادشي انا كنطير والله بقى يعني كنحاول نخدموا بشفافيه. وبهذه المناسبه اللي بغى يدير واحد الموديل ولا يطلب شي حاجه انا راني ديما هنايا مرحبا بكم. الاخوان اذا كما قال لكم واخا بغيت تكمل شي توضيح سابق توصلنا توصلنا بالتقرير ديالنا شو ديري؟ لا حتى بالنسبه للاخوان حنا ما كنديروش لك التقرير اللي كان هذه في مجالس، بالعكس كنجدوا الغولف الغولف ما عرفنا حنا عليه هو كي خذوه الاخوان الفروع حتى الاخوان ديال الصحافه اللي بغاو ياخذوه. هذا يعني راه الاشاره هذا تدخل في ديال الموقف ماشي ديال ماشي تقرير كنكتبوا به ديما، هذا تدخل في ديال الموقف اللي كيبين التقرير يعني كيفاش هو التقرير تماما. واشكرا بالعكس ملي كنعرفوا اللي مكتب الامريكي كيعتبروا لوفي ديال الكونسيب ديال راه ماشي ترونسبارونس راه كسر الضغط يعني ما عندنا هكا كنقول لك اشنو عندنا اشنو داخل اشنو اذا الاخوان الى ما كان اذا كنظن بان جميع الممثلين جميع الجمعيات وصلت المعطيات الماليه ديال الجمعيه، اذا ما كان مشكل اذا لازم تسكت ديال التقرير المالي. التقرير المالي كيشمل التقرير الادبي والتقرير المالي تم التصويت عليهم. ندوزو للتكريم قبل ما نقول للاخوان لان بغينا التكريم يديروه المكتب الحالي تنشوفوا اللي غيطلع رئيس كاين التكريم، اذا غندوزو للمرحله ديال التكريم.